إذن لاحظنا واحد الفيديو ديالك اللي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال محاولة انتحار ديالك من فوق السطح ديال المقاطعة التاسعة، شنو السبب اللي خلاك تطلع المقاطعة وتحاول تنتحر؟ السبب اللي خلاني نطلع فوق المقاطعة وانتحر هو أنني بائع متجول كنبيع عن شريف الديسير مدة واحد 16 عام. و نهار دارت قرعة قال لي ما كاينش حتى معانا، ما كاينش معانا أنت كاع. وانا 16 عام وانا كنبيع شريف الديسير، مني من دارت القرعه قال لي ما كاينش حتى معانا، والقايد كيقول لك حتى ما كاينش، وانا 16 عام وانا كنبيع شريف الديسير. مني كنجي عنده كيقول لنا اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا، واليوم 27 يوم معانا حنا اللي مستافدين ملي كيلقى رمضان 40 يوم. من بعد المحاوله ديالك ديال الانتحار فاش طلعتي للسطح ديال المقاطعه حاولوا معك بعض الاخوان ونزلتي، كاين تهضر بينك وبين القايد، شنو دار بينك؟ غنعطيك بلاصه وباقي حتى بلاصه ما شناها، واليوم حنا عاوتاني هنا. باقي حتى شي بلاصه ما شناها. عارف بانك تستحق ان عندك. كيعترف. باقي ما كاين والو. شنو الرساله ديالك اليوم للمسؤولين والناس اللي كيطمنوا؟ الرساله ديال الناس المسؤولين ومن السيد الوالي حضر معنا في هذا السوق ديال البركه، كنطالبوا اعاده الهيكله في هذا السوق من عند السيد العامل. إذا اليوم عاوتاني كنشوفكم معتصمين قدام المقاطعة، واش هو اعتصام مفتوح غيبقى؟ اعتصام مفتوح غيبقى لمدة شهر. حنا معايدين هنا، حنا راه معايدين هنا، حنا راه معايدين هنا، حيتاش حنا ضايعين في بلايصنا. لقينا البارح ليك 27 صاحبي والله 15 يوم غدا ان شاء الله راه كاينين ولادنا عاوتاني هنا، ولادنا راه ما عندناش منك اخويا. انا راه مادام طلعت باش نقرا راسي الا ما عنديش شي ريال نكمل، راه عندي غير كروسه كنبيع ونشري فيها. جات السلطه حيتها ليا، كندخل السوق كيقول لي لا انت ما معناش، كنخرج برا كتجي عادي السلطه. شنو هو الحل؟ يعني واش حياتك رخيصه عليك حتى للدرجه انك على طرف امين اخويا؟ جعنا راني رجعت اخويا، اش غانا رجعت ابو ولادي وراني رجعت، راني كاري اخويا فهمتيني، شحال قبل ولادي وحياتي ماشي عاصتها الاعدام. حاولت نطهر على قبل ولادي ودابا راه باقي ما عطاونيش بلاصتي، وراني غنعاود نطهر على قبل ولادي. ما عطاني البلاصه ولا غادي نعاود نطهر على قبل ولادي، وانا كنقول الدائره التاسعه راه غنعاود نطهر على قبل ولادي. انا بائع متجول وداو لي بلاصتي وراه غنعاود نطهر على قبل ولادي، وانا كنقولها الناس معليين بالامر ديال السوق البركه، لا منهم قايد ولا رئيس دائره ولا كل ما يعلم على هذا السوق البركه، راه غنعاود نطهر على قبل ولادي.